استاذ محمود، هل بتفتكر، ما اعرفش انا بسالك، ان في قصه بتتعمل او فيلم بيتعمل او موضوع بيتعمل علشان اصله مش فجاه كده ان الناس كلها توافق على ان المحله تلعب في يوم 3 في اسكندريه، وانا عندي او الزمالك عنده يعني مباراه الاتحاد بعديها بثلاث ايام، وبعديها بثلاث ايام ممكن الاسماعيلي بعد كده يطلب ان هو يلعب المباراه في يعني هل ده ممكن تكون قصه ولا احنا يعني على ما يبدو انه امر دبر بلي زي ما بتقول التعبير. بمعنى ايه؟ يعني بمعنى اتحاد الكوره قال في قراره انا الاهلي هيلعب اربع مباريات ونادي الزمالك هيلعب مباريات. ايه دخل الاهلي وانت بتعلن جدولك بتقول اصل انا عاوز اساوي ما بين الضغط؟ انت مالك؟ انت راجل مسؤول، لما بتحط جدول ما تدخلش الاهلي طرف عشان تدي للمنافس فرصه يقول لك انت بتضغطنا ليه زي الاهلي، احنا ايه علاقتنا؟ لانه الاعتراض على ماتش الكاس ده اعتراض غريب جدا بس مثير بصراحه. أيوة. لانه الكاس ما فيهاش تكافؤ فرص، يعني الكاس خروج المغلوب، انت لو كملت مشوارك في الكاس وصلت للنهائي مستني الفريق الثاني عشان يجي بعد سنه، يعني يعني ما فيهاش تكافؤ فرص، يعني ما فيهاش ضغوط، يعني انت خلاص وصلت المباراه النهائي مستني الطرف الثاني لما يجي، خلاص انا في النهائي، ايه علاقه ده بتكافؤ فرص؟ الخطأ اللي وقع فيه كابتن اسلام المهندس احمد مجاهد انه قال ايه؟ عشان الاهلي عنده في الفتره دي عنده اربع مباريات فلازم يا عمي لا غلط يا عمي، انت مش من حقك تقول الكلام ده، انت بتنزل جدول ها وخلاص يا جماعه ده كده ومحدش يناقشني. طيب نادي الزمالك عامل بيان، رد اتحاد الكوره قال لك المباراه في ميعادها تحت اي ظرف، تحت اي ظرف. تمام. طيب من حق ان نادي الزمالك انه يدافع عن حقوقه طبعا، راجل راح، انا ما كانش عليه الزمالك المعسكر، بس انا بتكلم على المدير. هنلعب مباراتين، هنلعب مع الاتحاد وعندنا مباراه، طب ليه يا جماعه ما نجيب المحله والقاهره زي اسكندريه وما فرقتش، نغير جو يعني، ولو نكمل يعني برضه الاسماعيلي واي لقمه كده برضه على فكره، على فكره ما حقه، ما وقع كده طالما شايف الموضوع ما يعمل، اللي انا عاوز افهمه بس للناس عشان الناس بتقول كلام وهي معتقده انه النادي الاهلي رافض يروح الاسماعيليه، لا ده انا لازم من عبد الاهلي يروح الاسماعيليه ويروح بورسعيد كمان، لانه دي من الماتشات الكبير جدا اللي كان لها اثر في ان هي عودت لعيب على الضغط العصبي وان يلعب تحت ضغط في ظروف، الاهلي مش رافض يروح الاسماعيليه وما حصلش ان مجزره الاهلي مش هو ده يا ريس، طب ما يجيبه ده اتحاد الكوره والامن هو المسؤول عن الكلام ده، لو الامن قال اتفضل يا ايدي روح لها في اسماعيليه، أيوه. عمر النادي الاهلي ما هيعترف، هيقول لا ازاي يا فندم يا استاذ محمود، اذا كان النادي الاهلي بيعلي مصلحه البلد في كل شيء فمش هيعليها كده طبعا، لا هم معتقد يعني عارف انت التصدير المعلومات المضلله بالظبط، المضلله والتضليل ولذلك النادي الاهلي لا ده الاهلي اللي بيتعامل معاه يتكتف في كتب في تصرفات وحركات بس اللي فاهم ومركز يعني الامر، نادي الزمالك راح هناك الراجل قدر بعلاقاته انه يجيب نادي المحله من القاهره على اسكندريه كويس جدا كويس نجح، وهيلعب ماتش الاتحاد بعد يومين عنده راح، والاسماعيلي كده كده جاي اسكندريه هيلعب الاهلي، طب ما يقعد بالمره الاسماعيلي ويلعب الماتش الثاني يعني خلاص بقى كده بقى زي ما الاستاذ عصام قال، لا ما هي كده نكملها في اسكندريه خلاص، ما فيش مشكله.